اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو جديد ان شاء الله هعمل معاكم، يعني ايه من زمان كده ما عملتش محشي، فقلت اعمل معاكم شويه محشي مشكلين كده، وهوريكم برضو تركاية كده للبتنجان برضو، ان هو ما يبقاش مجلد ولا حاجه حتى لو بات في التلاجة. معايا هنا بتنجان ابيض وبتنجان اللي هو الموف او الاسود يعني، فبعد ما قورته كده وغسلته غليت شوية مية وايه، وهحطه فيها، هحط بس البرنجان فيها واطلعه على طول، تمام؟ يعني ما نسيبوش يغلي، هتحط البتنجان في قلب المية وهي سخنة وتقوم تطلعه على طول كده، ما يجلدش معاكي حتى لو بيت في التلاجة. إيه في هنا بقى على النار، بعمل البصلة بتاعة التسبيكة بتاعة الصلصة. إيه حطيت بصلتين كبار كده قطعتهم، خدت نصهم حطيتهم في الزيت، والنص التاني هوريكم هعمل فيه ايه دلوقتي. طبعا المادة الدهنية اللي انت تحبيها. طبعا حطيت كده البتنجان في المية السخنة، ده مكان ما كنت مقورة. طبعا حطيه بس في المية وتقوم مطلعه يا دوب، بس ما يكملش دقيقة في قلب المية السخنة من غير ما تكون بتغلي، تمام؟ يعني تحطيه وتطلعيه على طول. حطيته كده في قلب المية كله وهقلبه ومطلعه على طول. هنا كده بقول لكم حمرت البصل، يعني مش هحمرها قوي، اديها تشويحتين كده في الزيت. ومعايا كمان فلفلايه حمرا حراقه كده قطعتها برضو واحطها فيها، هتخلي لي المحشي ده مشطشط، الحته الصغيره دي هيبقى المحشي مشطشط منها اهي بالشكل ده تقليبه. وبعد كده هنزل بالطماطم. هنا كده نطفيت على النار على البتنجان وهطلعه على طول، يعني هي المية غلت وطفيت النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا حطيت الطماطم وهحط كمان التوابل بتاعتنا، هنا هحط ملح وكمان رشة سكر علشان الصلصة طبعا، وفلفل وكمون وشطة، لا شطة انا حطيت شطة حر، وكزبرة ناشفة، فلفل وكمون وكزبرة ناشفة. يعني حطيت شوية هنا، وطبعا البصلية هي اللي قلتلكوا عليها هحطها نية، هحط عليها بقية التوابل، فلفل وكزبرة ناشفة وكمون وملح، وكمان كام فص ثوم كده هرسهم واحطهم معاه. جبت هنا كمية الرز اللي انا هعملها، ايا كان بقى اللي انت على حسب افراد الاسرة عندك، هحط عليها البصلة اللي انا عملتها اهي بالشكل ده. هنديهم تقليبة مع بعض. هنا الستاند واقع وكان بيغيظني كل شوية، كل ما ارفعه يقوم واقع تاني. هنا الخضرة بقى اللي شايفة نفسها اليومين دول اهي بالشكل ده. ايا كانت بقى بقدونس كزبرة شبت زي ما انت حابة تحطي حطي اللي تلاقيها. يعني هنقلبها برضو. انا كنت بحب املي الرز خضرة بتاع المحشي، بس الوقت بقى يعني عشان نجيب نملاه زي الاول بدينا شقل. حطيت الصلصة كده وشلت منهم معلقتين عشان هعمل بيهم هسقي بيهم المحشي في الاخر. هنا معايا بقول لكم البتنجان بعد ما طلعته من الميه جامد زي ما هو اهو، بس اخد ايه يعني ان هو اتحط في الميه وطلع كده ما يجلدش حتى لو بايت في الفريزر اهو بالشكل ده. هنقلب بقى التسبيكه في بعضها مع الرز، وبقت التسبيكه بتاعتنا كده مع الرز الخلطه بتاعتنا جميله جدا، جربوها بالطريقه دي هتعجبكم.
هنجيب بقى خدت قلب الكوسة والبطاطس، حطيته تحت في الحلة تحت المحشي، وهوقف عليه المحشي كده يعني، هملي كده البتنجان يعني، ما تبقوش تملوه قوي يعني عشان ما يبقاش مكتوم في الاخر. وهنا الكوسة برضو، انا قطع البتنجان والكوسة اتنين لان اجوا طوال شوية، فانا ما بحبش المحشي يكون كبير، فقطعته اتنين كده زي ما انت حابة تعمليه اعملي بقى. ودي بطاطس اهي برضو قطعتها لانها كانت كبيرة، وما تمليش الحاجة قوي لان الرز طبعا بيزيد في المحشي. بدور عن نص البطاطس التاني عشان هقول لكم هنعمل فيها ايه، نقفلها دلوقتي قصاد بعضها كده عشان الرز ما يطلعش منها. اهي لقيتها خلاص، نقوم حاطينها كده وقافلين البطاطسية علشان الرز ما يخرجش بره. اهي بالشكل ده، هي قعدت تتفتح مني بس في الاخر قفلتها برضه. هنرصه بقى كله كده، هنجيب كمان الفلفل، والفلفل طلع كبير برضو مش صغير، جاب لي كل الحاجة كبيرة. وبرضو ما نملهوش على الاخر علشان ما يبقاش مسحوم الرز، لما بيكون كتير في قلب المحشي يعني، ان كان الكوسة او البتنجان او الفلفل، بيبقى محصحص، ما بيبقاش حلو، ما بيستواش، فتسيبيه ياخد راحته، لان طبعا ما بنزودش المية كتير بتاعته. كمان دي بتنجانية بيضاء اهي، دي يمكن البتنجانية الواحد اللي اجت صغيرة، او اتنين تلاتة اجوا صغيرين كده والباقي كبير شوية. ودي كمان البتنجان الاسود. هنروح بقى نكملهم وما نحشيهم، اوريلكم هنحط له ميه قد ايه كده. بعد ما خلصت اهو بالشكل ده، جبت بقى بقيه الصلصه وحطيت عليهم حوالي كوبايتين ميه اهو، ويدوب اقل من نص الحله، اقل من نصها يعني، فوق الربع بشويه اهي، ما حطيتهمش كلهم لسه، لقيتهم محتاجة احط بس شوية كمان يعني، تميليها يدوب كده، تميليها المية تبان لك حاجة بسيطة، او الشوربة اللي انت هتحطيها تمام. بس انا بحب افوت صلصة واحطها عشان المحشي يبقى احمر من بره. طبعا هنغطيها بقى ونشوف حدقها ونحطها على النار كده. فاض مني شوية رز، حطيت عليهم شوية ماء صغيرين، وحطيتهم برضو اولع عليهم كده على عين تانية. لما المحشي يخلص بقى نوريه لكم ان شاء الله. هنا بعد ما خلص معايا بالشكل ده، مستوي اهوتي وبقى جميل، وطبعا عاملة معاه فرخة متبلة حطيتها على الوش كده بالشكل ده. كانت الاكله دي وحشانه من زمان ما عملتهاش، فقلت اعملها معاكم. يلا لو عجبتكم بقى اعملوها وجربوها، تعجبكم، ونشوفكم دايما على خير، وسلام عليكم.